الجولة، وهنا إقلاع الطائرة برعاية سوني إكسبيريا. بميرامار للانطلاق والانتصار، حيث النصر عربي لا محال. ابتداء مباراة ثانية من رحلة الحلم، الحلم بأيادي الفالكون نجمة VGS سيصبح حقيقة. انطلاق الطائرة من ميناس ديل فالي باتجاه هناك أقصى الشمال، محمل معه بالأبطال، نعم، ومحمل معه بالأمنيات، بأيادي اللاعبين، بالفرق التي لا تكل ولا تمل من تحقيق الألقاب. عالم ببجي موبايل، جمهور ببجي موبايل لا يتمنى إلا الفوز. قلناها، أرقام كانت من وحي الخيال، اليوم تتحطم بفضل المواهب العربية. فاكتبوا أسماءكم على جدار البوليفارد، وانحتوا أسماءكم بقلوب العاشقين، وسجلوا صوركم بأرشيف ببجي موبايل بأحلى الألوان. فاليوم هو يوم الألوان، والأخضر والبنفسجي والأسود هي أجمل الألوان. ميرامار تنطلق معانا الآن أعزائنا المتابعين ما بين الدامون جيمينج أول نازلين، وما بين فريق من سيكون آخر نازلين. ننتظر مع هبوط الطائرة بآخر لحظة من لحظات ميرامار، ممكن تكون لاكوب ريريا. دامون جيمينج على فاليد المار، البوزو ما بين النجمة جالكسي بأريحية، بوكس جيمينج على البيكادو، ولاعبين فريق الفيفو كايد موجودين بمناطق الباور جريد. هنا النزول واكثر من فريق متواجد بهذه المنطقة. شوف السيناريو، ممكن راح نشوف في سيناريو غريب جدا هنا في هذه البداية. ايتون اي سبورتس يحاول هنا من بداية الجولة استقبال فريق سول، ولكن حتى الآن لم نشاهد فيه ولا إقصاء. ممكن يكون في انسحاب، هذا الشيء طبيعي ونشاهده في غالب الأحيان لما ينزلوا فريقين. نفس السيناريو اللي شفناه أمس بين تي جي بي وأيضا فريق النيجما جالاكسي بخريطة سان هوك. ممكن اليوم نشوف في فايت بمنطقة سايمي في الخريطة، ولكن حاليا تي جي بي أيضا عنده مشكلة وعنده فريق ثاني جوما سيرا معه، وتجمع ايضا معه فريق الفي جي اس فيرتوال جيمنج. نعم ملا هنا في هذه الانطلاقه، فيرتوال جيمنج اذا انطلق وخلص على فريق التي جي بي، معنوياتهم راح تكون كافيه وطريقهم الى تشيكن دينر. ما لا محال. شوف لي هون، يعني الترتيب العام يبين لك فريق الفالكونز بالمركز الثالث، فريق النيجما جالاكسي ايضا متواجد بالمركز الثالث عشر، عندهم نفس، عندهم فرصه، عندهم روح، والفيرتوال جيمنج بالمركز السادس عشر. يعني مش الفرق الكبير، 24 نقطة، فريق النجمة عنده 32 نقطة، والمركز الثالث عنده 73 نقطة، فلهذا أو 77 نقطة عفوا لتيم الفالكونز. نقدر نقول أنه ما فيش فرق كبير. تشيكن دينر واحد راح يرجع الروح، راح يرفع من ترتيبهم، بس تشيكن دينر محتاج تشجيع الجماهير. أكيد محتاج الأهازيج وصيحات وليتس جو فالكون، ليتس جو نجمة، وهاي اللي ليلة أمس متعونا بها صراحة جماهير الرياض اللي متواجدين معانا بأرض البوليفارد. في بي فيمباير ستوند اللي كنا نتحدث عن يوسف ستوند، لاعب خطير جدا بالفامباير، لاعب يغير من هيكلية فريق، من تحرك فريق، يغير من روحية فريق بالكامل. هو الآن متواجد معنا بالمركز الثاني ب 91 نقطة بصدارة منغولية بامتياز. اليوم بعد عودة، بعد عذرا ابداع ليله امس ب 83 نقطة، اليوم بداية ب 14 نقطة ليصلون الى 97. من أول فريق سيكسر حاجز المئة نقطة؟ نعم أول فريق قريب جدا، وهنا نمشي مباشرة إلى فايت بين فريق التي جي بي وأيضا فريق الفيرتوال جيمنج. إصابة كانت على لاعب زيوس، ولكن هنا أيضا إصابة ثانية، ممكن تكون في إصابة ثانية على لاعب وان شوت. وينك يا قدافي؟ وينك يا قدافي؟ وينك يا فلوجي؟ محتاجين تغطيتكم، محتاجين تواجدكم. تي جي بي هنا لاعب الفلوجي يحصل على الداون أمام اللاعب الأول، ولكن جي كي فيرست، هنا جي كي فيرست سيحاول قدر الإمكان أنه يتدخل على الفلوجي والقدافي، لكن متواجدين في منطقة كفر، في منطقة عنده تغطية. جي كي فيرست يتلقى ضرر عالي جدا، زيوس بآخر أنفاسه، زيوس آخر رمق، ممكن سيغادر كأول لاعب فريق الفي جي اس، ولكن الفلوجي أيضا يتلقى ضرر عالي جدا هنا في هذه المنطقة.
المنطقة. صعب جدا الأمر بالنسبة لفريق الفي جي اس، وخسارة أول لاعب من التي جي بي تخليهم بثلاثة ضد اثنين هنا في نهاية هذا الفايت. انسحاب إلى الخلف من جي كي فيرس، يلتحق باللاعب تشياو ممكن هنا في تشوما سيرا، وهذا أكيد أنه راح يعطي نفس لفريق الفي جي اس، ممكن حتى يتم الريفايف على اللاعب وان شوت. فيه مراقبة من تينكسكير من فريق التي جي بي الذي ينتظر الوقت المناسب من أجل الفينش أو حتى من أجل كشف اللاعب الثاني. هنا الفلوجي يتقدم مباشرة لتأمين عملية ريفايف ولم يتم الكشف عنه، يعني راح يصير فايت ثلاثة ضد ثلاثة والكفة تكون متعادلة. بالنتيجة الفريقين راح يطلعون من هذه المنطقة هم خسرانين أمور لوجستية، خسرانين يعني لاعب، خسرانين أمور كثيرة، وهي سبب ضرر. لكن اللي عجبني كثيرا هو المجازفة للريفايف لوان شوت، رائع كان الفلوجي بهذه اللقطة وأمن على ريفايف ليعود الفايت بثلاث لاعبين ضد ثلاث لاعبين من دون حتى فرست ايد عند اللاعب جي كي فيرست. دخول الجي كي فيرست، تقدم الجي كي فيرست أمام قذافي، نوك داون على قذافي، فلوجي من بعيد، لاعبين فرقة تامون جيمنج يسمعون الأصوات، ممكن يكونون الآن مسيطرين على الهاي جراوند، متبقي فقط اللاعب وان شوت من دون أي فرصة لرفع ليفل اتش بي. عيش معاي السيناريو كيف قاعد يكون صعب، ولا فرست ايد ولا أي شيء. اكو جوني من الخلف، اكو شمشون داخل حتى يسبب غدرة وألم ضرر على لاعبين فريق الفي جي اس. في جي اس أصيبوا بآلام كبيرة بميرامار، ألم تكن ميرامار هي لكم يا فرسان المتوسط، كانت للدامون جيمينج وللتي جي بي للتنانين اللي لابد الآن ممكن يكونوا منسحبين من هذا المكان تي جي بي باعتبار أنه عندهم نقص حاد بكل الأمور اللوجستية، وأيضا في نفس الوقت أيضا عرفوا أنه في تدخل طرف أكيد ثالث. أكيد عندهم أكيد معلومة بتدخل طرف ثالث مش من صالحهم، كسبوا نقطتين في بداية هذه الجولة. بعد سبع دقائق يبقى اللاعب وان شوت سولو وحيد من الفيرتوال جيمينج، والدامون أيضا ينتظرون فرصة التدخل أو فرصة الهجوم. حتى الدامون جيمينج عارفين أنه في فريقين، لكن أكيد متابعين الكيلفيد شايفين أنه تي جي بي خسر لاعب في بداية هذا الجولة، وفريق الفيرتوال جيمينج خسر ثلاث لاعبين، فلهذا تي جي بي يغادر. ومغادرة التي جي بي ممكن يستقبل من الباك تو باك، حتى الباك تو باك سامعين أصوات الرصاص، حتى الباك تو باك عارفين نعم منطقة استثمارية من طرفين، من دامون جيمينج من الشمشون وأيضا من فريق البي تو بي، لكن شكل البي تو بي سيغادر هذه المنطقة متوجهين إلى مكان ثاني يعتبر استراتيجي بالنسبة لهذا الفريق. زون أول سيبين بعد لحظات فقط من الآن. للملاطفة أنه من أكثر الوجبات اللي يأكلها لاعب جي 7 لاعب فريق البي تو بي هو تشاينيز فود، يعني جدا يحب التشاينيز فود، فاليوم قاعد اشوف ايضا متواجد امام لاعبين فريق التي جي بي اللي موجودين. يعني هاي بعض الامور اللي حاولنا نكتشفها من اللاعبين، شغلات لطيفه، هواياتهم، ممكن الوجبات اللي يحبوها، هاي الاشياء ممكن تكون لطيفه للجمهور. فجي 7 لاعب فريق الباك تو باك، لاعب فريق الاكس سي، سابقا تحدثنا عن التسميه اللي انتقلت، وحيث حتى تم الاعلان يعني على الصفحات الرسميه ل البي تو بي للاعبين البي تو بي انهم اختاروا الاسم لهذه القصه تحديدا. يوم قاعد اشوفهم الان امام التي جي بي وراح يكونون منسحبين التي جي بي من هذه المنطقه، ما بين النجمه جالكسي وما بين ايضا فريق السول المتحركين، لاعبين فريق ال 52 ايضا القادمين من هناك من المناطق الشماليه بانتظار ملامح الزون. معظم عمليات الاقصاء تكون باتجاه اكشن اللي ينتظر مولود جديد هالايام. في نفس الوقت ينتظر مولود وايضا ام في بي اليوم الاول ان شاء الله، يعني يجي مولود فرح بالسلامه اكيد وصحه وعافيه ان شاء الله ويسميه ام في بي. ايوه بس هل راح يخرج لعب ببجي موبايل؟ ها سؤال بطرح يعني فرخ البط عوام من ابلى ابن، هي فرخ البط عوام بعد خلاص ان شاء الله اكيد بالسلامه لاكشن. وتخيل معاي كيف قاعد يكون الزون الان باطراف لوس ليونس وما بين المورف وما بين الار اس جي وما بين اسطنبول وايلد كيتس على اطراف منطقه اللوس ليونس. ستالور تي سبورتس تحدثنا عنك يا اكشن، وهنا مباشره المخرج يودينا الى هذا الفريق
ليأخذ هنا عملية روتيشن. وكشفين أيضا تحركات اللاعب يوسف من فريق الفالكونز، فهل يأخذون نفس المسار أم مسار مختلف؟ هنا نيفرالون مكشوف، بيكا صارت عنده المعلومة، نيفرالون ممكن يصاب، ونيفرالون بعد تفجير السيارة نعم إصابة مباشرة وهو بآخر نفس، احتمال كبير يقصر لاعب نيفرالون. بيكا من جهة اليسرى يحاول كشف أيضا مكان فريق الفالكونز، فلذلك نقدر نقول أنه نيفرالون صعب شوي الريفايف عليه مع هذه اللفة اللي سواها اللاعب بيكا. يوسف يغادر المنطقة نوعا ما، أو ممكن يتوجه إلى الريفايف، إذا سوى ريفايف في هذا المكان فعرف أنه لاعب عالمي، لكن الريفايف يتطلب تقدم وفي نفس الوقت أيضا تغطية من الطرفين، من نيفرالون وأيضا من دمار في نفس الوقت إذا أرادوا عودة نيفرالون، لكنها مستحيلة في هذه اللحظات. هو بآخر نفس سيغادر المباراة اللاعب نيفرالون على أيادي أكشن، وأول نقطة تحتسب لفريق ستالوورت إي سبورتس بعد 10 دقائق منذ بداية هذه الجولة، بما يعادل أيضا النقطة الوحيدة اللي كسبها فريق الدامون جيمينج، ونقطتين إقصائين لفريق التي جي بي وإقصاء واحد لصالح فريق الفي جي اس، لكن يبقى الفي جي اس بعنصر أخير لنهاية هذه الجولة. هنا ننتقل مباشرة إلى لوس ليونس، إذا شاهدنا في سيناريو لوس ليونس بهذه الجولة سوف نستمتع، وفي نفس الوقت أيضا الفرق ستعاني من تضاريس لوس ليونس، لتعتبر أنا بوجهة نظري وأظن أنك راح تشاطرني بالرأي أنها منطقة خطيرة وصعبة جدا لما ينتهي فيها الزون. كل تأكيد، يعني مباني كثير ممكن يكون في مبنى واحد أربع فرق، ما تقدر تعرف وين متواجدين، حتى الصعود أو النزول أو الخروج أو التحرك راح يكون محدود وصعب من والعدد الأشياء. والعدد بنهاية الزون يكون جدا كبير، الهولد راح يكون صعب. دمار مو بهذا المكان، مو بهذا المكان يا دمار، يخسر سيارته بالأوبن فيلد، مباشرة يطلب الدعم من يوسف، ويلا يا يوسف أخذ دمار، أخذ الأباتشي وانتقلوا إلى مكان آخر وأمنوا على مكان جيد، وممكن تكونوا أنتم أصحاب أداء خرافي بهذه المباراة. ننتظر اليو اس جي هنا أمامنا ناوتو ميشيل لوزاسيان، وايضا لاعب اوميكون اللي منتقلين هذه الاطراف من لابنديتا باتجاه مناطق الزون اللي راح تختلف بعد هذه اللحظات. وين رايح الشفت الثالث يوسف؟ هل رايح عدد شوم السيارة اطراف بيكادو يصعد الى الشمال، ولا السيناريو اللي تحدثت عنه بلوس ليونس؟ لا، ومن حسن الحظ الفرق انه راح باتجاه الشمال، راح على الجيرفيارد بيناس اطراف لوس ليونس، لكن التحرك هنا شوف رؤوف، شوف رؤوف النجمه جالكسي مباشره راح يكون مجبر على تغيير مسار الزون، ممكن يرجع بنفس الاتجاه ويدخل من طرف بيكادو، هذا اللي يتوقع من رؤوف بمثل هيك السيناريوهات. نعم بمثل هيك سيناريوهات، وحتى نشوفه فيه عودة من اللاعب فريك، أكيد أنه سيفكر في الطريقة الأنسب من أجل الدخول إلى هذا الزون. ترتيب العام يبين معنا هنا بعد جولة واحدة، الفريق الأقرب من المئة نقطة هو ستالوورت إي سبورتس، تفصل فقط نقطتين، يعني إقصاء واحد إقصاء ثاني خلاص يتحصل على 100 نقطة في هذه الجولة. أيتون إي سبورتس، برونو ناتيكسا تشوكو، وأيضا فران 96. نتابع هنا محاولة الإحاطة تتم ممكن من فريق الأيتون على الباك تو باك، عندنا لاعب على الجهة اليسرى، ثلاث لاعبين على الجهة اليمنى، هل تحركات فريق الباك تو باك راح تكون سهلة أم صعبة في هذه الجولة؟ فران لا يريد أن يتحرك ولا يريد أن ينسحب، عارف أنه منطقته ممكن يجيب منها نقاط، ممكن يجيب منها إقصاءات هنا في هذه الجولة. تفجير السيارة من أجل عرقلة الفريق الخصم، وهنا أيضا ننتقل مباشرة إلى روتيشن من سول وفيفو كيد أيضا بنفس المسار. ملا مرت معنا تقريبا 15 دقيقة، 18 فريق لا يزال على قيد الحياة، عدد كبير حتى ولو فقدنا فيه فرديات من منذ بداية هذا اللقاء، لكن 67 لاعب بالزون الثالث متوجهين للزون الرابع، ما نظنش أنه راح يتحمل كل هذا العدد. ما راح يتحمل، الآن راح تبدأ الإقصاءات. أوميكا بأول نوك داون باتجاه لاعبين فريق الفيفو
كيت سيلو سيلو بنوك داون على سول، لاعبين نوك داون من سول، لاعبين نوك داون ايضا من لاعبين فريق الفيفو كيد، وتقدم لاعبين فريق ال 52 دعكو والوصول هنا امامنا اوميجا تغطيه بالسموكات والفيفو كيد بكل العناء، مارجلين وايضا من هناك سيلو ادريان هو اللاعب الاخير الحاضر تجاه لاعبين فريق تيم سول، مس الكنترول وممكن مس الفرصه بالنهايات تيم سول والاقصاد جوبلن والوصول تقدم مباشر محاوله الضغط لاعب ادريان يتردد بالبوش ويتردد بين يلعب الكل بالكل باتجاه لاعبين فريق تيم سول جوبلن يا جوبلن كيف راح تعمل مع سيناريو لاعب ادريان من الخلف فرستيد اخيره راح ياخذها ويتقدم باتجاه زون نجمه جالكسي على اطراف 52 على اطراف وميرامار على اطراف القلوب للعاشقين للمتمنيين واللي يريدون ان يكونون هم اصحاب الوينر وينر تشيكن دينر رؤوف في استقبال كل الداخلين فكره ذكيه من قبل لاعبي فريق نجمه جالكسي هنا امامنا قاعد نشوف تقرير الجوله ونشوف رؤوف في استقبال والاروع من الفيفال فيفال يا فيفال 52 يتفاجئ اللاعب رؤوف لكن يخلص على اوميجا خلص على اوميجا مس الكنترول رؤوف مس الكنترول رؤوف لحسن عاد رؤوف انه اللاعب اللي كان امامه ايضا مكان بنفس التركيز جوبلن ونهايات حمودي والاقصاءات نجمه جالكسي والبدايه نعم نجمه جالكسي هنا الحضور لكن الزون راح يكون امامهم عقبه مهمه هي عقبه لاعبين فريق ال 52 ادريان على اطراف غادر ورؤوف وحمودي متواجدين ولاعبين فريق النجمه جالكسي باقصائين ولكن صار مع رؤوف يدل انه لاعبين فريق النجمه جالكسي عليهم ضغط نفسي كبير نعم ضغط نفسي كبير جدا يبين هنا في هذه المباراة وفي هذا اليوم أيضا الثاني هنا منذ الانطلاقة لكن حتى لهذه اللحظة الوضع يبدو تمام حتى لهذه اللحظة نشوف فيه السيطرة من الفرق ونشوف فيها أيضا متعة من الفرق بلشت الفايتات إصابة أولى على فورست من فريق دامون جيمينج ولكن الـ NSG أيضا يحاول مطاردة مورف المتواجد هنا بقرب منهم شوف لي كم فريق على الأطراف الغربية ملا نعم NSG مورف فريق الإسطنبول ويلد كاتس حتى دامون جيمينج الكل راح يدخل البعض والكل راح يدخل على الكل وهنا تي جي بي يغادر بالمركز الخامس عشر بلشت الإقصاءات وبلشت مغادرة الفرق وهنا ستار وورد اي سبورتس توب يبدع بمنطقة أخرى يبين على الكل في توب أنت أون توب وفريق ستار وورد أون توب ولورد هنا يتحصل على كل أمام أحد لاعبي فريق الباك تو باك وفي هذه اللحظة أيضا 52 يعاني أحدهم من سقوط انظر من سيارة أو تفجير السيارة يلا نتابع هنا فلور سي فلور سي صاحب 700,000 دولار في الصفقة هل من دخول هل من هل ترد 500 من هذا الفريق يقول هل ترجع 500,000 من ببطولة بي ام دبليو اي ممكن 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 2 مليون دولار ملا على 3 ايام ممكن يكون هو البطل ويرد جزء مهم من الجائزة ومن صفقة انتقاله للار اس جي المنظمة اللي بالفعل استثمرت بهذا اللاعب واستثمرت بقوة هذا اللاعب وخبرة هذا اللاعب المتواجد يو اس جي العبور ار اس جي نيتات هجوم هنا امامنا الساموراي على التنانين دخول من ناوتو باتجاه لاعبين فريق الار اس جي نيت راح تغير احداث الكمباوند راح تزلزل الكمباوند السبب ضرر الكمباوند رد بالك ممكن والنيد امكنت وفعلت وسوت والار اس جي بكل العناء ماسل كالصاروخ يتقدم اتجاه لاعبين فريق الار اس جي موجود امام الدي دي لكن النيران تلتهم الامنيات تلتهم الدخول والصاروخ موجود اللاعب ماسل انسحاب من الفلور سي وكانما فلور سي قرا هذا السيناريو قرا لاعبين فريق اليو اس جي راح يدخلون على الكمباوند اراد ان يكسب وقت ممكن لبعض اللحظات لكن اليو اس جي مطاردين ملاحقين ناوين يتخلصون من الار اس جي بالكامل يخلون الار اس جي بعيدين كل البعد عن امنيات التقدم اكثر واكثر ناوتو اوزاسيان جاك اوزاسيان رد بالك جاك اوزاسيان نيد بالخطا نيد بالخطا نيد بالخطا الاوزي الاولى الاوزي الثانيه لكن اوزاسيان والله انت فنان انت فنان 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 هنا مشاهدينا الكرام المتعه تنطلق من هذه الدقيقه المتعه تنطلق بين 13 فريق المتعة والحماس تنطلق هنا بنهاية الميرامار مسرح النار والانتصار هنا ستار وورد اي سبورتس يتلقى ضربات من فريق الفور رايفلز ولكن حتى في نفس الوقت فريق الفي بي
من جهة أخرى يضغط والفالكونز في الوسط، الفالكونز ينتظر تحركات الفرق، الفالكونز عنده أولوية بالنسبة لكل المتواجدين على الأطراف، ولكن حتى فريق الفالكونز مطالب أنه يدخل زون مهما أنه قريب جدا على هذه الأطراف، ولكن مطالب. هنا نيد من اللاعب شواب على نفسه، نيد يصيب نفسه إصابة ثانية على اللاعب ستوند من لابي فور رايفلز، يتدخل والمورف أيضا يغتنمون فرصة مورف، اللاعب زاي يتدخل عليهم ولكن استقبال عنيف جدا من فلوكي. فلوكي ممكن ينقذ هذا الفريق، فلوكي ممكن ينقذ فريق الفي بي، ولكن ريفر كلاو يتلقى ايضا ضربات من اللاعب لابي، لابي يؤذيهم من مسافات بعيده، اليو اس جي بدخول على اطراف هذا الزون، واليو اس جي ممكن يتدخل ويخلص على جميع الفرق المتواجده من امامه. فرينزي مركز مع الفي بي، ولكن اليو اس جي سيفاجئ الجميع، اليو اس جي سيتدخل بالوقت الصح، والفالكونز ايضا ينتظر الوقت المناسب من اجل الدخول ومن اجل الابداع ومن اجل الاستمتاع هنا في هذه المباراة. مورف بالمركز الثالث عشر، وهنا اليو اس جي ايضا بمحاولة كسب وقت اكثر وايضا التواجد هنا في هذه المباراة باعلى نقاط ممكنة. فريق الدوناتس يو اس جي ميسيل يوصل الى هذه المنطقة، الزون يضغط عليهم، كل هذه الاطراف تحتضن اكثر من اربع فرق. الله 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 على الفي بي، تدخل من وراء تدخل واحدة بواحدة بينكم وبين الفالكونز وراها، فالكونز باورفول يقصي الفي بي، يقصي الفومباير ويعطي فرصة لستالوورد أنه يتصدر لمحال بعد هذه الجولة. نعم الله على مباراة خرافية، واليو اس جي على هذه الأطراف مع دامون كيميك جوني وأيضا اللاعب أومبا يحاولون الدخول، جوني واللاعب أومبا أيضا يحاولون الدخول إلى هذا الزون بأي طريقة كانت، ولكن أومبا هنا ممكن شاف فريق يلف إلى الجهة اليمنى وفي نفس الوقت أيضا يصطدم مع أحد لاعبي فريق اليو اس جي، والأمر يبدو صعب جدا. احتار نعم هذا الفريق واحتار هذا اللاعب، وهنا تصعب المهمة ونقترب من نهاية هذا اللقاء، ولكن ننتظر متعة وننتظر حماس. وبينبى الحماس، الشمشون يا شمشون ينهي على هؤلاء اللاعبين المتواجدين، فالكون دمار نوك بفينش من لاعبين فريق ستلوارت، نجمة جالكسي من طرف لاعبين فريق الفالكون، تبقوا بلاعبين فقط. النجوم لو خلصوا على البوكس جيمنج راح يكون وضعهم مختلف، لو خلصوا على الفوكس جيمنج راح يكون الموقف مختلف. ستلوارت بي كمان باورفول، نيد من اللاعب باورفول على اكشن، جيب النيد، جيب النيد يا باورفول، اسالك تجيب النيد، جيب نوك على ستلوارت، افرحنا بهذه اللحظات، خلي الضرر كل ضرر لاعبين فريق ستلوارت يو ستلوارت اي سبورتس المتواجدين. اكشن جوست موفمنت مهم، وصل واصبح قريب على الصقور، راح تحلق الصقور، راح تحلق بالنيد، راح تحلق باورفول واكشن، رد بالك ما يمزح الباورفول، ما يمزح ما يمزح، رده فعل تكون خرافيه باورفول، جيب رده فعل وامن على اكشن، لابد من مسانده يا يوسف، عود المسانده يا يوسف، امن على ضرر يا يوسف، الان وقتك يا يوسف. نعم يوسف يظهر يمنع النوك داون باتجاه لاعبين من باتجاه لاعبين فريق ستلوارت المتواجدين. مره ثانيه اللاعب يوسف الان يتواجد بنيد داخل لاعبين فريق ستلوارت. يا يوسف يا يوسف، نسر قاسيون سيحطم انغام والحان واحلام المنغوليين، هو يوسف الصقر، هو الافضل، هو الاكمل، هو الامثل، هو الاشمل، هو الاندر، هو الخاتم الذهبي والخاتم الاسطوري. خلوه خلوه، لا تضربوه لا تضربوه ليوسف، لا تضربوه، خلوه يتدخل ويمتع ويبدا، لكن تدخل الاطراف ينتهي المشوار وينتهي الحلم. نجمه جالكسي وصلوا الى 8 اقصاءات لكن خسروا لاعبين، ستلوارت كاملين 52 كام ايضا كاملين، استنبول وايت كيتس بلاعبين، نجمه جالكسي ايضا متواجدين بلاعبين بهذه اللحظات. نعم اقصاءات على التوب، توب يا التوب، انت الان على التوب، لكن 52 متواجدين لازعاجاتكم بهذه اللحظات. واسكري امام لاعبين فريق 52، نتابع هنا فريق 52 داكو 2 كيلز، 2 اقصاءات لهذا الفريق، 4 لفريق الدامون جيمنج، ولكن بلاعبين فقط لنهايه
هذا اللقاء. اللاعب او الفريق المتكامل هو ال 52 ستالوورت اي سبورتس بثلاث لاعبين، وفريق الاسطنبول ويلد كاتس بايضا ثلاث لاعبين، نيجما جالاكسي باثنين والدامون جيمنج باثنان. نريد توقعات الجماهير، نريد توقعاتكم لمن سيفوز بهذه الجوله. وهنا فريق ال 52 يفتح سموكات، يفتح الطريق. فريق ال 52 ايضا بنيد على ستالوورت اي سبورتس. ستالوورت بمحاوله التدخل عنده يساره الدامون جيمنج، يمينه ال 52 امام الاسطنبول ويلد كاتس، ولكن في هذه اللحظه ايضا لورد يطارد، ولورد يحاول من هذه المسافات البعيده، ولورد باربع اقصاءات. امير العالم مبدع هنا بهذه الجوله، مبدع هنا بالميرامار، ويتوعد بعوده وبكومباك وبروعه وبقوه هنا في هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، الله على متعه البي ام دبليو اي، الله على المتعه والفرجه ليصنعها كل فريق، على متعه وفرجه ليصنعها كل لاعب، وعلى متعه وفرجه ليصنعها ديفوكس مع فريق الدامون جيمنج. هنا لعب اومبا، اومبا يحاول الدفاعات، ولكن ايضا الصون يضغط بعد 10 ثواني فقط، يضطر انه يتقدم. 5 ثواني، ما فيش وقت، ما فيش حل. دامون جيمنج لازم يتقدم، فريق اسطنبول ويت كاتس ايضا لازم يتقدم. ديفوكس يحاول عن طريق هذا النيد، هل النيد راح يكون عنده ثمار؟ عندك جوني وعندك اومبا وعندك ايضا فريق ستالوورت اي سبورتس من الخلف يا ولد، على نيد رائع جدا ولكن يسبب ضرر لا اكثر. وفي نفس الوقت ايضا ديفوكس ينتظر الفرصه المناسبه، ولورد يسجل 5 نقطة وتاسع اقصاء بالنسبه لفريق النيجما جالاكسي. النيجما بقوه هنا في هذه المباراه، النيجما بقوه. رؤوف يحاول، رؤوف يحاول، ماذا تفعل يا رؤوف؟ لا 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 لا، النيد هو افضل يا رؤوف. ولورد، لورد لا تغامر، لورد ب 1 اتش بي. رؤوف يحصل اللوك داون الاول ويعطي فرصه ايضا للورد انه يرفع ليفل اتش بي. رؤوف يلف على الجهه اليمنى، رؤوف ممكن تكون عنده رؤيه واضحه جدا، ولكن رؤوف مش اوبن سبيس يا رؤوف، مش اوبن سبيس يا رؤوف. عندك لورد لا تخاف، عندك لورد ما تخافش، لورد خذ وقتك يا لورد، خذ وقتك يا لورد. لا تغامر بقلوبنا، لا تغامر بقلوب محبين العرب، لا تغامر بقلوب الجماهير، لا تغامر يا لورد. ولكن يقصى نيجما جالاكسي ويليه ال 52، وهنا صراع النهايه بين اسطنبول ويلد كاتس وايضا فريق ستالوورت اي سبورتس. يقول لك ضيعتها بالمباراه الاولى، ما تضيعهاش بالثانيه وتجيب الصداره بالثانيه، وهنا صداره ستالوورت اي سبورتس. الله 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 الله، جيكن دينر، ولا اروع ولا اجمل. ستالوورت اي سبورتس